مشاهدينا من فقرة أحلام في الميزان بدنا ننتقل نحن وياكم لمحطتنا الحوارية الثانية يلي رح نحكي فيها عن التوازن العلمي والنفسي للطلاب، خصوصا أنه عم نمرق بفترة كتير حساسة وصعبة وهي فترة الامتحانات. لحتى نعرف أكثر عن هاي الفترة وخصوصية هاي الفترة وكيف ممكن نتعامل مع طلابنا رح تكون معنا المرشدة الاجتماعية الآنسة لما حسن. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك لما. يسعد صباحك يا هلا. أهلا وسهلا فيك. بداية لما مثل ما قالت زينة أنه نحن هلأ بفترة امتحانات بيكون في توتر، شو هي الأمور البسيطة اللي يجب على الأهل اتباعها للتعامل مع الطالب في هذه الفترة؟ فعلا بلشت الامتحانات وللأسف بيفتقد بعض الأهل ثقافة التعامل مع الأبناء فترة الامتحانات، لهيك أنا برأيي أنه واجب الأهل هون يتعاملوا بهدوء وروية، ما أنه يتعاملوا بقسوة مع أو تعنيف مع الأبناء. هلا هون أنا الأهل بيعلنوا حالة الطوارئ بالبيت فجأة، هيدا بيولد مشاعر القلق، الخوف، التوتر، الرعب. المشاعر السلبية اللي عم تنتشر بالبيت عم تنتقل للأبناء، عم بتأثر على درجة تركيزهم بالدراسة. لهيك أنا هون برأيي يتعاملوا بهدوء ويوفروا راحة بال وسكينة، جو مثالي، بيئة مثالية، حتى لازم تكون الأمور بين الأب والأم عم تمشي بشكل طبيعي وبشكل مثالي. هلا بالنسبة للخوف بفترة الامتحانات هو أمر عادي إذا ما تعدى الحدود الطبيعية، بس خلينا نحول الطاقة اللي عم تستنزف نزف للقلق والتوتر نحولها لقوة دافعة للإنجاز والتحصيل العلمي. طاقة تانية حلوة. أوكي، كيف فينا هيدا نعمل هالموضوع؟ بإعادة برمجة الأطفال على فكرة الامتحانات. طول عمره الامتحان عنا رهبة، خوف. نحن لازم نقنع الطفل بفكرة عكسية عن طريق مزبوط. الكلمات، الكلمة مثل ما بنقول بالعامية كلمة بتجنن وكلمة بتحنن. خلينا نقنعهم للأطفال أنه هيدي الهالة حول الامتحان اللي ورثناها أنها هي فترة للاسترسال وراء الانفعالات والقلق والخوف، خلينا نحولها لفترة لتحقق وسيلة لتحقق لثلاث شغلات، مثلا النجاح والتفوق، إثبات الذات أنا ناجح أو متفوق، أو حتى لتحقيق الطموحات بالحياة. معناتها أول شيء لما لازم نقنع الأهل أنه يغيروا الفكرة، يغيروا الفكرة للطالب لحتى نقنع الطالب بهي المرحلة. حتى ضمن البيت لازم يكون في توفير تنظيم للوقت، يعني وقت للدراسة، مو دائما 24-24، وقت للدراسة، وقت للراحة والنوم، وقت للوجبات. وخلال أيام المراجعة لازم شوية نتلافى أسباب الضوضاء بالبيت، يعني استقبال الضيوف الزايد، التلفزيون، حتى الأخوة الصغار نبعدهم شوي مشان الضجة. كمان هون بتمنى أن يكون في تقنين للألعاب الكمبيوتر أو حتى للتلفزيون، يعني ما يكون في إلغاء تام، يعني خاصة أنه التاسع والبكالوريا بيكون في انقطاع مبكر للطلاب عن المدرسة، فأكيد رح يصيبهم حالة توتر وشوية ملل، يعني عادي يفوتوا كل فترة على الانترنت وهيك. هلأ أنا هون كمان بدي ركز على الأهل أسلوب التعنيف والضغط وحتى ممكن ضرب لحتى يحفزون على أساس للطلاب للدراسة. يعني هون خلينا نحكي لما عن أساليب التحفيز بدل ما نستخدم أسلوب الترهيب والترغيب للطالب. خلينا نحكي عن أساليب التحفيز. اليوم نحن كل يعني البيوت الموجودة أكيد فيها الطلبة وفي فترة امتحانات وفي فترة من خلينا نقول من القلق والتوتر. كيف اليوم أنت قادرة تحفزي ابنك أنه يدرس بطريقة مثالية وغير هيك مبتزة خلينا نقول؟ أوكي، هلا هون بدي أول شيء الأهل يعرفوا قدرة كل طفل عندهم، يعني في أطفال ممكن يخلصوا الدرس بساعة، في أطفال ممكن يخلصوا بساعتين، وممكن حدا يخلص المادة بيومين، حدا يخلص ممكن 5 أيام. هلا هون لازم يفهم الأهل أنه كل طفل له مستوى، كل طفل له طاقة ومستوى قدرة معين. تمام. أوكي، بس في شغلة تانية أنا بتمنى من الأهل يكون في كشف مبكر لشخصية الطفل، يعني أنماط الشخصية لازم يكون عندهم خبرة الأهالي فيها، يعني خاصة يعني مثلا في أشخاص حسيين، أشخاص بصريين، أشخاص سمعيين، يعني بلمحة هيك سريعة البصريين دائما بتحسهم بيمثلوا مداركهم للمحيط عن طريق حاسة البصر، يعني شو أكثر شيء، شو الصور والأحا وال
بيشوفوها هن، حتى بياخذوا القرار بناء على الشيء اللي بيشوفوه بالمجتمع، بينما السمعيين على السمعيين اللي بيسمعوا شو بيسمعوا بيحللوا وقتها هن بياخذوا القرار على هذا الاساس. الحسيين على اساس الانفعالات والعواطف والمشاعر، حتى مثلا اذا بنكون من نلفظ كلمه مأذنه فبتشوفي البصريين فورا بيتخيلوا شكل المأذنه، بينما السمعيين بيتذكروا صوت الاذان، الحسيين بيتذكروا صوت احاسيس الخشوع وقت الاذان. حتى شوفي اذا بدك تفيقي طفلك على الدراسه ممكن تضلي تذكري له وتفيقيه وعم تحكيه ما يسمعك، ممكن انت تفتحي البردايه مجرد دخول الضوء ما بتشوفي غير فتح عيونه، هذا بيكون بصري، بينما السمعي لا بدك تذكري له اسمه وتحكيه لحتى يسمعك. هلا هون بعد ما تعرفنا على هاي الانماط الشخصيه كيف بتفيدنا هاي الانماط اذا تعرفنا على ابننا بالدراسه؟ كيف طريقه التحفيز؟ اولا بالنسبه للبصريين والسمعيين لهم حالتين هون، في حاله ترهيب وحاله ترغيب. هلا حاله الترغيب بدنا نذكر لهم النتائج الايجابيه لحتى هنن يرغبوا بالشيء، يرغبوا باللي يحفزهم على الدراسه. يعني مثل نذكر لهم انه يلا انا رح اجيب لك موبايل، شوف الشغلات، شوف شو رح تشوف شغلات حلوه بس تنجح، في مكافآت ماديه، في رحلات بكره، في نزهات، حتى شوف بالنسبه للسمعيين شوف شو بدك تسمع، شغلات ظريفه، مدح العالم كيف عم بتبارك لك، يعني هاي الناحيه الايجابيه. بينما بالترهيب بدنا نستعمل الشغلات نخبرهم عن النتائج السلبيه، انه ما حدا رح يجي يبارك لك، ما في مكافآت، ما في رحلات، ما في نزهات، انت بجوز الصيف الجايه رح تكون انت بدورات مكثفه يعني بالصيف، مستحيل فيك ترافقنا باي موضوع. هلا هون حتى بحكمه من رب العالمين شوفي بالقران الكريم حتى هو ذكر الجنه وذكر النار، بالجنه بيذكر وجنات تجري من تحتها الانهار للاشخاص اللي بيحبوا بطريقه الترغيب، بينما بالنار بيذكر عذاب نار سعير ترهيب. كمان من ناحيه الترهيب. اما لنجي للنظام الحسي فالحقيقه هون الام لازم تكون كثير ذكيه، تلعب دور الايماءات والايحاءات، تلعب على العواطف، لانه القائد باتخاذ القرار عند النظام الحسي هو العواطف والمشاعر والانفعالات. يعني بدها تخبره انه يا الله بتعرف انت قد شعورك رح يكون ظريف ورح يكون حلو انت وانت ناجح وانت رح تصير مهندس او انت رايح على الجامعه، شو شعورك رح يكون حلو واحساسك رح يكون كثير كبير بس يجوا العالم يباركوا لك، ونحن قد رح ترفع راسنا عالي وقد رح ترفع راسك انت عالي. اجمالا هيدي بس حدا يعرف كيف ينظم هيدي الامور بتصير الطريقه كثير اسهل. تماما. هلا هي جزء من دور الاهل بالمنزل واجبهم تجاه الطفل، اما شو دور المدرسه اثناء الامتحانات؟ هلا بالنسبه للتاسع والبكالوريا باعتبار في انقطاع مبكر عم توقع الشغله على عاتق الاهل بالبيت، بس بالنسبه للمدرسه فمشكور صراحه وزير التربيه جدا لانه اعلن قرار انه اللي بيكون في مثلا مقرر امتحانه اليوم، فبتجي مدرسه الماده قبل بساعتين من موعد الامتحان مثل كانه دوام كامل، بتعطيهم مراجعه عامه حتى اسئله. طبق هذا القرار؟ طبق، وصراحه اثبت جدارته، يعني كثير الكل عم بيحطون للطلاب بجو الامتحان انه في حدا بده اسئله ما عاد يعني عم بيفوت على الامتحان خلاص، اذا مدرسه الماده كان عامله معه مراجعه لمده ساعتين يعني شيء بسيط، مراجعه عامه، اسئله بتحطهم بالعاده كانه جو الامتحان. جو الامتحان نظام حلو كثير. دور المراقبين، يعني دائما مثلا في طلاب بيخافوا غير انه مثلا من انه تسكري لهم امتحان او فحص، بيقول لك انه انا مثلا مراقب اذا صرخ صوت بالقاعه ممكن يلبك الطالب وما بقى يقدر ابدا انه يكتب. هون قد ايه كثير مهم نوجه المدرسين والمعلمين انه كيفيه التعامل مع الطالب خصوصا بفتره الامتحانات. فعلا من اول ما بيفوتوا المراقبين على القاعه لازم يكونوا بنبره صوت هاديه مريحين، يعني مريحين جدا مع ابتسامه، يعني بحيث انه مثلا ما يكونوا انه حتى مثلا ضمن فتره الامتحان ما يتناقشوا المراقبين ببعض، ما يمشوا كثير بين الطلاب، هي كلها هو بسبب توتر، يمكن بسبب كثير توتر او حتى المراقبات الكعب العالي او حتى يعني في كثير بيصير هي، حتى لازم التزام هدوء، ممنوع اي اساليب الغش لانه هيدي كثير بتوتر الطلاب وكثير بتاثر اشخاص على اشخاص يعني. لما شو فينا نفيد الطالب وننصحه من وهو عم يقدم الامتحان ومتوتر، شو فينا نقدم له نصائح وهو بقاعه الامتحان؟
هلا بغض النظر عن الهدوء والتوتر، يكون يكون واصل لمرحلة هو واثق من حاله أنه فعلا هو في يكتب، يعني هو ما يخاف. يعني بيحكوا بعلم البرمجة اللغوية العصبية أنه فعلا أنت بس توصل على الامتحان من أول ما بتبلش لا تخاف، أنه الدماغ بتعطي فورا على بتسترجع المعلومات. وكمان يراجع مباشرة، أول شيء يفضل قراءة الأسئلة كلها بهدوء بروية، سؤال سؤال، يعرف يكتب الأسئلة اللي بيعرفها، يراجع قد ما فيه، يحاول أنه ما يخربط بترتيب الأسئلة، لأنه أحيانا هيدا بيأثر رقم السؤال ممكن ترسب الطالب كليا. كتير حلو. في قضية كمان كتير مهمة، أنه مثلا الطالب قدم مادة معينة وممكن أنه ما كتب فيها بطريقة صح أو طريقة مثالية خلينا نقول، وما جاب علامة كويسة. دائما الاهل مثلا ثلاث ارباعهم خلينا نقول انه بينبوا الطالب فورا من اول ماده عملها انه بشكل ما انه صحيح. هون قدامهم انه نوعي الاهل انه ما عليه، انه هي القدره الحقيقيه يمكن لابنك او كان او صار معه ظرف محدد بهذا اليوم، يعني ما ناثر على الطالب ببقيه المواد وببقيه الايام، وخصوصا ما نقارنه بقدرات طلاب اخرى. يعني مثلا لك جارك كيف صار، لك رفيقك، لك ابن خالك. هلا الاول اهم شغله انه ما بالنسبه للمقارنه، انه لانه كل شخص فعلا لازم الاهل يعرفوا انه كل شخص له قدره، بمعنى انه والله بتجي الوحده انه ايه ليك حكت امه انه بياخذ العلامه التامه لانه هو اكل الكتب اكل او كذا او هيك، لا يعني هلا الشخص انت اذا بدك تحكيه بهذا الموضوع رح يتازم نفسيا، حتى خلص شو كتب بالماده خلص هيدا هو اللي كتبه، خلينا نطلع على بكره الماده اللي بعدها شو بيصير، لانه هلا هو ما رح يستفاد شيء. يعني حتى يفضل ما كثير يكون في مراجعه على شو جاوب يعني بالامتحان. انت اذا بدك تحفزيه بس للماده اللي بعدها، انه انت مثلا هيدي الماده انت ما نجحت فيها، اوكي يلا انه ما جبت كثير، خلينا نفكر بالماده اللي بعدها، خلينا نعوض بالماده اللي بعدها. انت بتحفزيه مو انه بمقارنته مع غيره، لا انت تحطي له انه انت مثلا هلا هذا المجهود ما بيكفيك لتجيب هيدي العلامه بالماده، هيدا المجهود وهيدا التعب ما بيكفيك لحتى مثلا انت انه ما بتجيب الحلم اللي انت حاببه لحتى تفرح ونفرح نحن معك. مثلا انت هيدا المجهود كله ما بيكفيك انه انت مثلا تفوت مهندس، خلينا شو رايك تزيد من تعبك، تزيد من المجهود تبعك لتوصل للمرحله اللي بعدها. يعني شو بده يستفاد من شيء مضي انه خلاص ما جاب صار معه ظرف؟ عادي يعني عقدة. كل شخص له طاقه، كل شخص له مستوى معين، ما في داعي نحمله فوق طاقته، لانه خلص رب العالمين بيعرف انه كل شخص له مستوى. لهيك بيطلع بالمجتمع فئات كثير، المهندس طبخات، الدكتور، المحامي، الخياط، يعني هدول الفئات هي كل فئه عم بتكمل احتياجات الاخرى. يعني صحيح. ما في داعي نحمله للطالب فوق طاقته، لانه هون ما بقى يكون في توازن نفسي للطالب. تماما. شو المهارات اللي على الأهل اتباعها مشان يبنوا الطفل المتوازن والناضج؟ هلا اهم شغله ونبلش فيها بالصغر مهاره قوه الاستقلال والاعتماد على الذات، يعني هيدي كمان بتبلش من عمر سنه وسنتين، لانه ببلش من عمر سنه وسنتين بده ياكل لحاله، بده يلبس لحاله. هون كمان ابعاد قدر المستطاع العاب الكمبيوتر والبلاي ستيشن عن الاطفال، لانه بيتعلموا من الاتكاليه والسهوله بالحياة، وبيفكروا انه كل شيء بالحياة بضغطة زر بينحل، هيدا كتير بتأثر عليه على حياته بالمستقبل. بعد عندك مهارة حل المشكلات والاعتماد على الذات، يعني اللي بيحاول يحل المشكلات دون الرجوع للأهل، هو صحيح رح يكون في إشراف من الأهل من بعيد لبعيد، بس يفضل يتركوهم يشتغلوا لحالهم من شان تحميل المسؤولية من الصغر. يعني ما بيقيدوهم الأهالي بأي تصرف بيتصرفوا أبدا، حتى هيدي الشغلات بتنصقل شخصيتهم وقت اللي ببلش لهم ثقافتهم الخاصة، مهاراتهم، هواياتهم، مواهبهم. أنا هيدا الموضوع كتير بدي ركز عليه بالهوايات والمواهب، لأنه كتير ضرورية وبتعمله قائد من الصغر هدول المواضيع. يعني في كتير دورات، الرسم، الموسيقى، الشطرنج، الفك والتركيب، تفريغ الطاقة الداخلية، النوادي العلمية، وعندك أينشتاين الصغير، الكيميائي الصغير. بس هدول الأهم من كل هالدورات ردة فعل الأهل وقت اللي بينجحوا فيهم. يعني مثلا إذا وحدة ابنتها أو ابنها جابت عزفة معزوفة حلوة أو رسمة حلوة، لازم ردة فعل الأهل
كتير تكون كبيرة، يعني أنه انبهار بالشيء اللي عم يعملوه، ثناء، مديح دائم، هذا كتير بتعزز حتى من متابعة هاي المواهب. يعني كتير. إحنا بنلاقي بكتير بيوت أنه في موهبة معينة عن طفل عنا، في أهالي كتير يمكن ما بينتبهوا لها أو ما معهم قدرة مادية لحتى يتابعوا هاي الموهبة. يعني هون كيف نقدر نتعامل مع هيك أطفال؟ لازم يكون في استمرارية ونعيش اللحظة مع الطفل، يعني أنه نعطيه كم هائل من الحب والحنان والاهتمام، بحيث أنه هو شو ما عمل يكون دائما بيعرف أنه في أهل بده يكونوا مبسوطين فيه. هذا بيعزز ثقته بنفسه. يعني أنا في هي أسلوب من أساليب التحفيز، ما حتى أنه في ليك بمقطع على الإنترنت، ما بعرف إذا بالكل أكيد حضرانه، بمن سيربح المليون، بس النسخة الأجنبية بيكون الشاب عم يذكر، عم بيجاوب على الأسئلة، بيجاوب على كل الأسئلة، بيوصل على سؤال المليون، بيطلب وقتها فترة وسيلة مساعدة، بيكون بده يحكي مع والده. بيقول له لوالده أنه مرحبا بابا كيفك، لك أنا ما بدي أنه أنا مساعدة منك جواب، لأني أنا بعرف الجواب، أنا بس بدي خبرك لتكون أنت أول المباركين لإلي أني أنا صرت مليونير. يعني هيدا ما أنا هيدي ما جاي هيك، هذا ما خطرت على باله، هذا أب نتيجة تراكمات ومتابعات لواصلين لمرحلة أنه أنا بدي إياك تكون معي حتى بهي اللحظة، أنا حتى بعد ما كبرت حابة تكون أنت كمان مبسوط فيني، ما كيف ما كان الأمور بتكون. وكمان بس بدي أحكي عن الاستقلالية وعن القساوة من الأهل، هيدي لازم نلغيها، بالعكس لازم نتعامل بحنان. ويعني وأهم شيء الأكل على الطاولة، يكون الكل مع بعض بنفس الموعد، هيدي نعمة من رب العالمين نحن عم نتلافاها، صار كل واحد وجبات جاهزة، كل واحد عم يأكل لحاله، عشان ترابط الأسري، روابط أسرية طبعاً. وبتزيد من ثقة الطالب بنفسه. بس بدي أحكي كمان شغلة على تعليم الدين والقرآن عن صغر، وسير الأنبياء ليكونوا أسوة حسنة. هلأ أنا هون بختلف مع الروضات بنقاط، أنه مثلا نحن دائما بنعلم السور الأخيرة، خلينا نعلم السور اللي مثلا بتحكي عن ظاهرة الإسراء والمعراج، سفينة نوح، تعاقب الليل والنهار، الفضاء، الكواكب، دوران الأرض، دوران القمر. هدول الشغلات بتساعد بتخيل الطالب، بتخليه ينمي الفص الأيمن للدماغ اللي بمسؤول عن التخيل وعن هيدا المواضيع. هنا عندهم دروس عن هاي المواضيع، يعني بالمنهاج تبعهم عندهم دروس عن هاي المواضيع اللي عم تحكيها، بنحفزها ونذكر لهم يا، لأنه هم عم يحفظوا الصور الأخيرة كحفظ أكثر ما أنه كفهم وكتأمل أو كتدبر. يعني كمان بدي احكي انه دائما نحن لازم نعطيهم، نحكي لهم عن سير الناجحين بالحياة، يعني سيرة حياة نجاح أينشتاين، سيرة نجاح المهندسة المعمارية نخلة العراق زها حديد مثلا، حتى العالم الفيزياء الكبير ستيفن هوكينج. هدول كمان بيصيروا بيفهموا انه الناس شو بدي يصير، كيف رح تكون قصة نجاح الحياة. هلا واهم مهارة واللي هي حاسة السمع، واللي هي اخطر حاسة تعتبر، لانه هي بتبلش حتى قبل الولادة وقت بيكون الجنين ببطن امه عم يسمع. هون بدنا نميز بثلاث مراحل بحاسة السمع. مثلا نفرضيني انا هيك زقفت، هيدا انه خلاص نسمع صوت زقفة. اذا انا زقفت وحدا من الاستوديو قال لي خير لما انه شوفي، هون وقتها وصلنا لمرحلة الاستماع، لانه صار تفاعل من شخص معين، فمرحله الاستماع هي مرحله متقدمه عن السماع. بينما انا اذا ذكرت جمله وحدا من المشاهدين اخذ قرار بحياته بناء على هيدي الجمله، استفاد منها بموضوع معين، فانا هون وصلت لمرحله الانصات. حتى شوف القران، بالقران الكريم اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، هون ما قال فاسمعوا له وانصتوا، فاستمعوا له وانصتوا، المرحلتين الثانيه والثالثه من حاسه السمع. هاي مراحل قديه مهمة، انت عم تقولي ذكرتي ثلاث مراحل، السمع والاستماع والانصات، كيف بدنا نسخرهم يعني لمنفعة الطفل. حتى انت اذا بتشوفي الاطفال، اذا اي الاهل مثلا بيحكوا لاولادهم وبيعلموهم انه هيك هن المراحل السمع، نحن بالنسبه لكم شو، فللاسف فوق 80% بيكون الجواب نحن انتم اهالينا فقط بمرحله سماع. يعني هلا انا اللي بيهمني بعد الانصات يكون في نقاش وحوار، يعني ياخذوا قرار الاهل بناء على اللي بيسمعوه من اولادهم. يعني انا مره عندي صديقتي، هي وابنها دائما على خلاف، ابنها بمرحله مراهقه دائما، هيدي فتره حرجه، فدائما هو بتشكي لي لحاله وهو بيشكي لحاله انه امي عملت، وهو هي بتحكي ابني عمل كذا. فأنا بآخر شيء قررت أني أجمعهم سوا، يعني
بعد ما جمعناهم حكيت وين طلعت الحلقه المفقوده؟ هيك انه انت احكي لي انه مين بده يبلش، هو بده حكى كلمه، هي ردت له حكت كلمه لمده 40 دقيقه، انا ساكته لسه. حلو، بعد ما انت سمع واستماع هون انا ما ساكته ناطرتهم شو بدهم يحكوا، عم يتناقشوا عم يتحاوروا رغم علي الاصوات وهيك. فانا اخر شيء بعد ما هدوا هيك وقعدوا قلت له للطفل انه احكي لي، انا هلا صرت انا برا الموضوع، انه احكي لي المواقف انا اللي اعرفها. عملي بتعرفي لو انا امي دائما عم تسمعني بنفس الطريقه وتحاورني وتناقشني، انا ما كان عندي مشكله بقى بالحياه، خلص انا هلا هيك ارتحت. لك يا ريت تسمعني مثل ما هلا هيك سمعتني وناقشتني وحاورتني. فلهيك انا بهيدي الموضوع بتمنى من الاهل يضلوا يناقشوا الاولاد، يضلوا يحاوروهم، يضلوا دائما يعرفوا شو يحلوا لهم مشاكلهم باسلوب معين. طيب لما هلا هون احيانا الاهل بيجوا لعند الطفل بيقولوا له انه شوف رفيقك كيف مثلا انه ناجح، او عم نحكي له عن اشخاص ناجحين بالحياه يعني ليقتدوا فيهم، فاكثر من مره يعني على مرأي هذا الموضوع انه اكثر من مره بتكون رده فعل الطفل انه اي معلش مالهم احسن مني، خليكي مثلا احبيهم اكثر، فليش ردت فعل الطفل هيك بتكون؟ او شو الحل؟ هو بالاصل مناقشه الاهل غلط بهذا الموضوع. حكينا نحن لازم يكون في يعرف الاهل مستوى كل طفل وما لازم يقارنوا بغيره. يعني انا كثير بعرف اشخاص وحده بتكره ابن خالتها، وحده بتكره ابن عمتها، ابن كذا، ليش؟ بدون باللاوعي عندهم بس يكبروا انه انا صح ليش بكره هو ما عمل لي شيء، فطلع انه من الاهل عم بيقارنوهم فيهم بدون ما ينتبهوا. يعني هذا كله عم بيصير تراكمات، اكتشفوا انه في كره بيناتهم ما بيعرفوا ليش. لازم كل شخص، كل اهل يعرفوا مستوى كل شخص، له مستوى طاقه، ما يحملوهم فوق طاقتهم، لانه نحن المجتمع هو بيبني اشخاص متوازنين نفسيا، مو اشخاص فاتوا لفرع كرمال اهاليهم، كرمال برستيج المجتمع. يعني في كثير اشخاص بفوتوا هندسه لانه هم طلعوا للهندسه بس هم طول عمرهم حلمهم صيدله، اي شيء، لا حتى ممكن حلمهم اداب، حلمهم يكونوا فيزياء كيمياء، ما حلمهم يكونوا بس كرمال الفرع اللي طلع لهم. تماما، يعني لما هذا البند كثير مهم انه يعني كمان 90% للاسف الاهالي هن يلي بيرسموا مستقبل اولادهم، بالرغم بيكون انه الطفل مثلا عنده موهبه اخرى تماما، ربما تكون بالفن، بالمسرح، باي شيء ثاني، هو ما انه حابب يدخل طب. قد ايه مهم اليوم انه كثير نحترم مواهب اطفالنا ونلبي لهم احتياجاتهم وطلباتهم، يعني شو بدهم يصيروا بالمستقبل. فعلا كثير من الاهالي بيضحوا بنفسيه اولادهم، شخصيتهم، حياتهم، كرمال جلاء نهاية العام ليفوز الأهل بلقب الأهل الناجحين أو الأم اللي جابت العشرات. نحن دائما هيك بنحكيها، في كتير صارت المنافسة بين الأهل أكثر من المنافسة بين الطلاب. يعني الفرحة للأم إذا ابنها جاب عشرة، هلا أنا بحط حالي بهذا الموقف، عرفتي كيف؟ بس أنه ما يكون أنه على حساب ابنك، يعني كمان ابنك بده يختبر الحياة، بده يعيش، بده يروح، بده يجي طلعات فوتات، بده التجارب. إيه يعني بده يختبر، يعني هيدا كله بتنمي له شخصيته، مو أنه تكريس 100% الاهل للدراسه فقط، لانه حتى بتحسيهم هدول اللي بيضلوا عم يدرسوا يعني كل الوقت اهتمامهم بتحسيهم انطوائيين، انعزاليين، بتحس حتى عندهم خمول من الناحيه الرياضيه، خمول وكسل، يعني ما عندهم علاقات اجتماعيه، عندهم بس دراسه وقعده بالبيت، لانه جل اهتمامهم تحصيل العلامه وارضاء الاهل. الاهل صحيح. لا انا ما وصلت لهالدرجه. لا ان شاء الله مو فيني. طيب خلينا نحكي قبل تقريبا ما نخلص بحوارنا معك، في نوع أطعمة مناسب مثلا لفترة الامتحانات؟ يعني بنعرف كثير انه في كذا نوع دائما بيحرصوا الاهل انه يطعموا اولادهم بهي الفترة الخاصة مشان الذاكرة، مشان التقوية، مشان يناموا منيح، شو بدك تخبرينا؟ هلا بدي احكي اول شيء عن المشروبات، المياه كثير شيء مفيد، لازم يحكي كميات كبيرة من يشرب كثير كميات كبيرة من الماء، لأنه بما لا يعادل عن 3 لتر يوميا. وعندك المنبهات لازم نلغيها إلغاء تام، يعني لأنه القهوة، الشاي، نسكافيه بتعيق امتصاص الحديد بالجسم. بالنسبة للمشروبات الغازية كمان رح نلغيها، لأنه بتكسر الكالسيوم بالجسم وبترفع نسبة ثاني أكسيد الكربون بالدم. هلا بالنسبة للأطعمة أهم شيء الأسماك، لأنه الأسماك تحتوي على مادة أوميجا 3 طبعا. هالمادة مفيدة جدا للدماغ، للذاكرة، وبتزيد الذاكرة وبتقوي الأعصاب، وهي شريك مع هرمون السيروتونين بتحسين المزاج، باعتبار دائما لازم الطلاب بهالفتره يكون في عندهم استرخاء. بالنسبه كمان للمنتجات اللي بتحتوي على الحديد، العسل، العسل الاسود، الفول، والخضروات الورقيه داكنه اللون، السبانخ، الجرجير، البقدونس، كمان عندك المنتجات اللي فيها
البقوليات العدس كمان هيت الحديد، كمان عندك اللحوم والبيض. كمان بدي اذكر الفواكه وبمقدمتها انا كمهندسه، كمان انه كمهندسه زراعيه بركز كثير على الافوكادو لانه معروف بمحاربه النسيان. صحيح. وكمان نركز بالبرتقال والتفاح الكرز الفريز، بيحتوي على مضادات اكسده بكميات كثير كبيره. هلا بالنسبه للسكريات، السكريات انا بفضل تكون بشكل متوازن لانه يتناولوا سكر طبيعي افضل من انه ياخذوا السكر الصناعي ممنوع منعا باتا، وحتى السكريات الطبيعيه تكون بشيء متوازن، يعني يكون هي صح غنيه بالفيتامينات وهيك، بس انه انا لانه في مثل بيقول السكر سكر لانه بيرفع الطاقه بسرعه هائله وبيخفضها بعدها كمان بسرعه. كمان السكريات ياخذوها بفتره الصباح ومتوازنه مو بالليل. هلا هو للحقيقه السكريات بتعطل شوي من العمليات بالجسم لمده 6 أو 7 ساعات، يعني هيك يفضل تكون كثير بشكل متوازن. وكمان بدي اذكر على اليانسون، اكليل الجبل، الزنجبيل، هدول بحفزوا الذاكره لانه بيسهلوا بتدفق الدم على الدماغ كمان. وبالنسبه للمكسرات اللوز، الجوز، بتشوفيه مثل شكل الدماغ، هذا اللبنه الاساسيه لنسيج الدماغ. والكاجو كمان شيء مفيد، والاهم من هيدا كله حليب الصويا، كوب واحد يوميا بنشط الاعصاب، بزيد الذاكره وبقوي الذهن. كثير حلو. تمام. لما شو بتحبي تنصحي المشاهدين ولمين بتوجهي نصائحك؟ هلا لكل الاهالي بالتحديد، لانه الاهالي هن اللي بيرسموا الحياه لاولادهم، ما يورثوا الاحلام اللي هن ما قدروا يحققوها بالمستقبل لاولادهم، لانه بيتجاهلوا تجاهل تام الاولاد، بيتجاهلوا شخصيتهم، قدرتهم، مستواهم، نفسيتهم، هن شو بيحبوا، كانه الاولاد هن الوسيله لاشباع انانيتنا، خليهم هن يعيشوا لحالهم، ارسموا لهم الشيء الافضل بهن اللي بيحبوه، ما بدنا اياهم سكان جدران، بدنا اياهم رواد افاق، ما بدنا اياهم متقوقعين، لا بدنا اياهم بتطلع سندبادي، بروح سندباديه، بدنا اياهم شخصيه مطاطيه مرنه، بتتفكر ابعد من انفها، يعني عندهم طرق التفكير خارج الصندوق، ما عندهم هيدي الشخصيه الخشبيه المتقوقعه. تماما. بدنا نتشكر وجودك لليوم للمعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها، اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك، المرشده الاجتماعيه لمى حسن، شكرا كثير لك. شكرا لك، مبسوطه. اهلا وسهلا فيك، امتعتينا بوجودك معنا، مستقبل نائر ان شاء الله، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، شكرا.